معاكم ميس ايه احمد من مدارس المنتزه الخاصه. النهارده هنحل مع بعض تدريبات على درس العصور الذهبيه. طب تيجي نفتكر ونراجع مع بعض درس يعني ايه العصور الذهبيه. هو العصر اللي كان منتشر فيه العرب العلماء والازدهار والتقدم والاختراعات، كان في حاجات كتيره قوي. وفي نفس الفتره دي في دوله اوروبا كانت تسمى عصور الظلام. ليه كانت عصور الظلام؟ لكثره الجهل فيها، كانوا جاهلين وما عندهمش علم ولا اختراعات ولا تقدم. وبدات العصور الذهبيه عندنا دي امتى؟ في عهد الخليفه هارون الرشيد سنه 786 ميلاديه لحد 809 ميلاديه. قام بافتتاح عمل لنا ايه؟ اول مكتبه عامه مفتوحه للعلماء والدارسين. كانت فين؟ في بغداد، وسماها ايه؟ سماها بيت الحكمه. طيب مين هم العلماء دول؟ تيجوا نتعرفوا عليهم؟ يلا بينا. عملوا لنا اختراعات لغايه دلوقتي ما زالت خالده موجوده عندنا لحد وقتنا هذا. مين هم؟ اول واحد الزهراوي، ده اخترع لنا ادوات الجراحه اللي احنا بتساعدنا في العمليات. وتاني واحد عباس بن فرناس، اول شخص حاول الطيران واول من حاول صنع اله تساعد على الطيران، هو اللي عرفنا الطياره عشان نسافر بيها. والحسن بن الهيثم هو اللي اخترع لنا آلة الكاميرا اللي هي دلوقتي بنتصوروا بيها، يعني هو لما كانش اخترعها ما كناش هنعرف نتصور. وابن سينا هو من أفضل الأطباء في التاريخ، وألف لنا العديد من الكتب في الطب، عمل لنا كتب كتيرة جدا تساعدنا في الطب عشان نتعالج. فكده هم دول العلماء بتوعنا. فالاهتمام بالعلم لسه مستمر لحد دلوقتي، ولازم نستمر في التعلم والصبر والمصابرة عشان نوصل للي احنا عاوزينه، ويتمكن الإنسان من اكتساب معرفة حقيقية ويعمل تقدم وتطور في بلاده. هو ده كان درسنا سنة ثالثة. طب يلا بينا نحل مع بعض الأسئلة. بيقول لي أول سؤال إيه؟ أكمل شبكة المفرد كلمة إيه؟ كلمة اختراع. إيه اللي موجود في الاختراع يا سنة ثالثة؟ عندنا مين اللي بيعمل الاختراع؟ مخترع. والاختراع ده بيبقى ايه؟ بيبقى ابتكار. ولما بيخترع مش احنا قبل ما نعمل الاختراع ونطلعه كله لازم نعمل تجربة صغيرة كده؟ فممكن كمان يبقى عندنا تجربة. واخر حاجة بيعملها آلة الاختراع. السؤال التاني معايا، اكمل خريطة الكلمة. خريطة كلمتنا النهاردة كلمة ايه؟ العديد. نوعها اسم ولا فعل؟ فيها ألف ولام يا سنة تالتة، واللي فيها ألف ولام يبقى نوعه ايه؟ اسم. شاطرين. ما معنى العديد؟ يعني ايه العديد؟ يعني الكثير. ايه عكس العديد؟ القليل. عاوز جملة للعديد اقول ايه؟ قرأت العديد من القصص. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ اكمل. واحد بدأت العصور الذهبية في عهد الخليفة، كان اسمه ايه الخليفة؟ شاطرين يا سنة تالتة، هارون الرشيد. السؤال التاني، ألف ابن سينا من الكتب في ايه؟ ابن سينا ده كان عمل لنا كتب عن ايه؟ في الطب. ثلاثة، كانت أوروبا قديما تعيش عصور الظلام لكثرة إيه؟ كانوا عايشين عصور الظلام لكثرة إيه؟ شاطرين يا سنة تالتة، لكثرة الجهل. رتب الكلمات الآتية لتكون جملة، مليئا الذهبي كان بالعلماء العصر، يبقى هقول إيه؟ كان العصر الذهبي مليئا بالعلماء، يبقى كان العصر الذهبي مليئا بالعلماء. رقم اثنين، امرا ولا كان الاهتمام بالعلم يزال مهما، يبقى هرتبها ازاي؟ اقول الاهتمام بالعلم كان ولا يزال امرا مهما، يعني العلم مهم على طول يا سنة تالتة. أكمل عائلة الكلمة، النهاردة معانا عائلة الكلمة، برضه يا سنة تالتة نفتكر مع بعض كنا بنجيب العيلة إزاي؟
قلنا بكلمة ايتن. اشوف ايه الحرف اللي ناقص واجيب بقية اخواته. عندي كلمة اختراع وبدأت بالايه؟ بالالف، يبقى اخواتها مين؟ يخترع، تخترع، نخترع. تاني كلمة يعود، عندي اولها ايه؟ ي، يبقى مين اخواتها؟ الت، تعود، نعود، اعود. النهارده سنة تالتة، سؤال الاساليب. اكمل واحد نقط طعم حامض، عاوز كلمة بيها لام شمسية. تيجي نفتكر مع بعض يا سنة تالتة حروف اللام الشمسية، الت والس والدال والزاي والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. طيب ايه اللي طعمه حامض يا سنة تالتة؟ شاطرين، الليمون. اهي اللام جت بعد الالف واللام. رقم اتنين، وقف نقط امام التلاميذ، عاوز اسم. وايه هي علامات الاسم يا سنة تالتة؟ كلمة يوجد بها الف ولام او اخرها ت مربوطة او عليها تنوين. يبقى هكتب ايه؟ شاطرين يا سنة تالتة، هكتب المعلم. وقف المعلم، الف ولام اهي، يبقى اسم. رقم تلاتة، تشرق الشمس، نقط ظرف زمان. فاكرين يا سنة تالتة احنا خدنا ظرف الزمان الترم الاول، زي صباحا، مساء، نهارا، ليلا، عصرا، كل الحاجات دي بتدل على الزمن. طب تشرق الشمس امتى؟ صباحا. رقم اربعة، نقط التلميذ دروسه، عاوز فعل مضارع. فاكرين يا سنة تالتة احنا خدنا ان الافعال تلاتة، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل امر. فعل الماضي ده حدث وانتهى خلاص، نام، شرب، أكل، لعب، ذهب. وفعل المضارع يذهب، يأكل، يلعب، يشرب. فعل الأمر بأمرك بشيء معين، كل، اشرب، العب. طب هنا عايز فعل المضارع، هقول ايه التلميذ دروسه؟ يبقى هقول شاطرين يا سنة تالتة، يذاكر التلميذ دروسه، لسه بيذاكر. أكمل بأداة استفهام، فاكرين إيه هي أدوات الاستفهام بتاعتنا يا سنة تالتة؟ يلا بينا نفتكرهم مع بعض. متى للزمان؟ أين للمكان؟ من للعاقل؟ ما وما غير العاقل؟ ما وماذا غير العاقل؟ كيف الحال أو الكيفية؟ كم للعدد؟ لماذا السبب؟ هل بجاوب عليها بنعم او لا؟ طيب يلا بينا نشوف. واحد نقط، نزرع القمح في الحقول. الحقول ده ايه سنة تالتة؟ ده مكان. طيب انا فاكر كنت بسأل على المكان بايه؟ بأين. يبقى هكتب ايه؟ اين نزرع القمح. رقم اتنين، نقط سمعت القصة. لا، لم اسمعها. في الإجابة عندي بلا، يبقى أنا هسأل بإيه؟ بنعم أو لا. بسأل بإيه سنة تالتة؟ شاطرين، بهل. هل سمعت القصة؟ لا، لم أسمعها. رقم تلاتة، نقط تعود من المدرسة. عصرا، عصرا ده إيه يا سنة تالتة؟ شاطرين، ده وقت أو زمن. طب أنا بسأل عن الوقت والزمن بإيه؟ بمتى. يبقى هقول له متى تعود من المدرسة. كده خلصنا حل تدريبات النهارده يا سنة تالتة، أشوفكم في درس جديد.